لانطلاقة الشوط الثاني، واندفعت الأفراس على بركة الله للتنافس في الجزء الأول من الشوط الثاني على مسافة 1650 متر بمشاركة 13 رأس بداية. عرام أمل الرياض العبسية، وزيرة مشاكسة، شهانة هيا العيون، نورة وارتبوك القرارة، وشهانة رماحة ناهيد نور الفجر. والتقدم للمركز الأول لمشاكسة، مشاكسة للمركز الأول مع محاولات وردة تبوك من الخارج. المركز الثاني مشاكسة للمركز الأول، وردة تبوك المركز الثاني في شوط أفراس الإنتاج عمر 3 سنوات فأكثر. تنافس بين أفراس الإنتاج في الجزء الأول من الشوط الثاني، والتقدم لمشاكسة، والمركز الثاني لوردة تبوك مع محاولات أيضا للدخول من وزير الآن للتنافس مع صاحبة المركز الثاني وردة تبوك مع محاولات أيضا للدخول من أمل الرياض في المنافسة، وتشتد المنافسة بدخول أيضا أناهيد للمنافسة. والتقدم لمشاكسة في المركز الأول مع محاولات لأناهيد للدخول، والمركز الأول كما تشاهدون لمشاكسة مع المنعطف الأخير بفارق كبير عن صاحب المركز، صاحبة المركز الثاني أناهيد. والمحاولات تأتي من وزيرة أيضا، ولعيون نورة تتقدم الآن للمركز الثاني في لحاق لمشاكسة المتصدرة. مشاكسة متصدرة في المركز الأول منذ انطلاقة هذا الشوط مع محاولات واستحداث لعيون نورة من ريمولد ليبرت للحاق بصاحبة المركز الأول. مشاكسة إذن مشاكسة مشاكسة والمركز الأول لحمد بن عبد الله حزام السبيعي تحسم مواجهة أفراس الإنتاج عمر 3 سنوات فأكثر.